محاور جميلة يعني لا بأس فيها للمتسابق الجميل محمد مستر. محمد يلا حيه. الله يبقيك. كيف حالك؟ نحمد الله. محمد أول شيء محمد أبعطيك محاور من عندي قبل أقرأ اللي في الجوال. لبيك. الله يلبيك. أبو مسفر أبدع وتألق في السوشيال ميديا صراحة، وأثبت وجودك في فترة وجيزة. شهادة تزويها. الله يعطيك العافية. من اللي كان داعم لمحمد بن مسفر؟ أول شيء أمسي عليه بالخير محمد الفاصل. ونعم عزوت هذا، وطبعا الجروب اللي معي اخوياي، ما ودي اذكر اسم وانسى اسم، لكن هو الدان هو اللي ولا انسى فضله. هذا اعتبره انا جميل في بطني. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. ليجحد الجميل ما محمد يفعل، وانت تستاهل، وانت مبدع اساسا. تستاهل الطيب جعلني بدك. وابو مسفر من الشخصيات الجميله اللي صراحه يعني تقمصت أدوار حلوة وأبدعت الصراحة فيها، خصوصا أعجبني دور من هو اللي يقول أبشربي، وش اسمه؟ إيه نطوع أبشربي، هو وش اسمه؟ مبارك بخيتان. مبارك بخيتان. أشكرك على الدور. من قلت هنا بعد في البرنامج غيره؟ هو سالم حزام بعد صح؟ الله. من بعد؟ فهد المعيام. فهد المعيام، ما لقيت إلا فهد، غير فهد إيش نسوي؟ حداكم الزمان. طيب غيره؟ ما انا حدود في البرنامج ولا ظنك اني ب طيب غيره؟ بطلع خارج السياق. ايوه طيب ناصر الغامدي ليش ما تقعده؟ والله لي الشرف ابو بس خذال من الخصم صدالينا هو اللي ماسك الدنيا. الدنيا. طيب ابو سلطان؟ ابو سلطان يرقعني بالف ولا بالفين ولا بالف. والله لا، بس اذا قمصت دوره يمكن ما يزيدك درجات. احنا لا الحين معنا وقت. معكم وقت. إيه ما بيحرق الأوراق كلها. إيه يا سلام. طيب وش مجهز يا محمد الأيام الجاية؟ إن شاء الله كل خير، وهذا قليل من كثير. يا سلام، قليل دايم أكثر من كثير، أفضل من كثير من قطع. أنا ما لها دخل. الله يقل عليك. محمد يا أخي أنت يعني من الشخصيات الجميلة. وش سبب السن اللي عندك هذا؟ هذا حادث طال عمرك. حادث؟ نعم. اي متى؟ تقريبا قبل سنه. سنه؟ اي انكسر السن هذا؟ ايه. بس طيب ما سويت زراعه ما شاء الله؟ الا سويت بس ما ركب تقريبا، لان في مو بالسن بس لثه العظم من العظم. إيه؟ عظم السن. اي جلست تقريبا سنه ثمان شهور تقريبا وانا اراجع. في تراجع؟ نعم. وش قالوا؟ كل سويت ثلاث عمليات او اربع تقريبا ولا زبطت. تفشل. تفشل. نعم. طيب تدري يا محمد كذا الله حاليك وقابلك. الله يطول عمرك. والله اني صادق. الله يطول عمرك. والله يا ابو مسفر. لكن لابد لازم نركب. لازم تركب، بس ان ربي حاليك كذا. الله يجعلني. يمكن لو الله ثم ذا السن ما محمد ما يوصل له. ممكن. صح ولا لا؟ ممكن الاشياء جايزه. يا سلام عليك، لان خصوصا انك تقمصت الادوار وساعدك على السن هذا. عسى الله يكتب لي فيه الخير. اللهم امين. طيب اصلا اول ما اطلع من برنامج بركب باذن الله. ابتسامه؟ نعم. عشان نفس المشاهد يوزعون ابتسامات. خلاص يعني ما انا ما ردي بركب، فاركب من بدري خلاص. يا سلام. طيب محمد موظف ولا اعمال حره؟ لا أعمال حرة. أعمال حرة. نعم. يا سلام. في بالك مشروع؟ والله في، لكن ما في سيولة. الوالد موجود؟ أبشرك الحمد لله ما في سيولة، عسى الله يبارك لك. معك موتر يا محمد؟ أبشرك الحمد لله. وين ساكن؟ في لبن. في الرياض؟ نعم. صريح أنت؟ على طول. إيه على طول. طيب محمد الله يبارك لك. طيب يا محمد درست جامعة أنت صح؟ إيه. خلصتها؟ لا طلعت منها. نعم. إيش كان تخصصك؟ إدارة أعمال. إدارة أعمال يا بطل، الله يعطيك ألف عافية يا محمد وما قصرت. عافية. طيب استفدت من الشهرة شيء؟ هذا الشركة ماديا؟ نعم. حسابك تسوي إعلانات؟ بعض الأحيان ما بعد وصلنا الإعلانات.
لكن استفدت. لا بس حسابك كان من الحسابات اللي انا صراحه اشوفها قبل برنامج اكسب لور. والله اللي يشرف. الله يرحم والديك. ليش ما استغليت الفرصه هذه ولا شوي شوي لين حسابك يعني؟ اكل العنب حبه حبه. يا سلام عليك. وباذن طيب. الله لا طلعت من برنامج محمد. اسف على السؤال هذا بيكون خاص بس تسمح لي؟ اسمح. كم عندك في السناب؟ لا احتفظ بالاجابه. تحتفظ بالاجابه؟ مو بالحين بيقولون سؤال. طيب سؤال فوق 100,000 ولا اقل من 100,000؟ فوق 100,000. خلاص حلو شيء طيب فوق 100,000 زين. طيب محمد لو ان شاء الله يكتب لك الله باذن الله هل التوفيق في مجال الشهره او في مجال الاعلام، انت بتصير مثل الناس اللي يشترطون انا والله ابي لي سعري كذا كذا ما انزل عن كذا، ولا انسان يعني بسيط تاخذ وتعطي مع الناس؟ لا بسيط، ببقى بسيط بشكل ما تتصور. نعم. كسعر كلنا ولا سعره؟ لا سعر. طيب بتغلي سعرك ولا بتخليه ثابت؟ على حسب. على حسب إيه؟ على حسب المنتج وعلى حسب المشاهدات. نعم. بس كم ببداية سعرك إذا خليت؟ يعني هل المشاهدات مثلا تقريبا أقول لك المشاهدات 5,000 نفس 50,000؟ لا أغلق. طيب شو اسمه؟ الله يعطيك ألف عافية محمد. ما جاتك ما جاتك اتصالات من الشخصيات اللي أنت قلتها؟ اتصالات منهم نفسهم هم؟ لا ممكن رسائل. رسائل؟ نعم. وش جاك؟ بالعكس ماخذينها مبسوطين لأن أنا ما على قلت الواحد ما أسيله. ما تسيله. يا سلام عليك. اجيبها بنكهه كوميديه كذا. يا سلام بيض الله وجهك. وجهك نعم. وانا اشهد على